التطبيق عطلان. بيت شايف ده؟ استنى لحظة يا مايل. أنا هنا، ما تقلقوش. أيوة هنا برضو. أهلاً جانكي. عارف شبكة الاتصالات عطلانة في المدينة. هو إيه اللي بيحصل للطلبات اللي جاية؟ على قائمة الانتظار، لكن استنى هحاول ألاقي حل تاني. انجز بسرعة. مش ممكن ماركو، إيه اللي حصل لك؟ هناك هم، انقذك اجمد. انت كويس؟ دلوقتي شكرا ليك. القائد محتاج مساعدتك يا سبايدر مان. سبايدر مان ممكن دقيقة؟ جيت اتصال من الضاحية اللي قدام، بس الخط قطع، لازم نخلص موضوع الفارس ده. تمام يا فندم. انجزوا، يلا بينا بسرعة. معانا وقت كتير، الشرطة مشغولة دلوقتي في موضوع الرمل، فيلا نفضي المكان. خدوا كل حاجة. ده هنا كسروه. سرقة أسلحة؟ مش وأنا موجود. هنا غلوة يا عنكبوت. كانت فكرة مين دي انه يتعمل نادي رماية في المدينة؟ متهيألي هقدم عريض لتبديل كل نوادي الرماية بحاجة احسن. حربنا زي نادي مجاملات، المجاملات ما بتهديش حد وبلاش. يعني مثلا انت بتستحمل الضربات حلوة قوي، شاطر راجل متحمس. هنا اسمع، هشتغل على فكرة جديدة، مسدسات أقل ومجاملات أكتر. وطوا خدودكم ابعد عن طريقنا. ايوه هو من قوايا الخارقة. يا شباب التطبيق بتاعي مقفول. عارف، انا اشوف حل هنا. اديني دقيقة هكلمك تاني. يا خبر، هو اتضايق مني. التوتر ساعات بيطلع في صورة عصبية. ركز للناس اللي محتاجين مساعدة دلوقتي. شكلك متضايق. مش متضايق يا مايل، انا مركز. ده اللي ماما بتقولهولي لما بتضايق. يا جدع انت عارفني من زمان قوي، عمرك شفتني متضايق منك؟ ايه يعني؟ ده كان مجرد سؤال بلاغي. افتكرت مره كده كنا بنلعب على لوحه الالعاب عندك في البيت وفضلت تخسر. ما كنتش متضايق منك، كنت متضايق من العالم. انت مش هتفوز. هنوقفك مهما حصل.